مستر ايمانويل تقريبا اقل من شهر على مواجهتي الرجاء، وهو فريق كما ذكرت فريق كبير يعني. هل المدرب اللي جاي وهو لم يعلن حتى الان وفي مرحله تفاوض مع مدربين قادر في خلال فتره اقل من شهر انه يحفظ اللاعبين ويحفظهم طريقته ويقودهم لانتصارات وتتويج باللقب؟ talking about a new coach. تحدث عن المدرب الجديد، المدير الفني الجديد للزمالك. Yeah, it's possible. نعم، هذا طبعا امر ممكن وكله يتوقف على الخطه. Each game is different. هذه المباراه مختلفه وكل فرصه مختلفه، المرحله ايضا مختلفه. هذه المرحله هي مرحله قبل النهائي، فلابد فخطتك ان تصل الى النهائي وان تفوز بالبطوله. هذا يعتمد على موقف اللاعبين وعلى الخطه وعلى وجهه النظر الاستراتيجيه، وتتوقف ايضا على حالة اللاعبين الذهنية وعلى كذلك تحفيز اللاعبين. اعتقد انه من الممكن. قلت من قبل انه ما فعله المدرب امر غير احترافي، ولكن بالطبع لابد ان تركز الان على ما تريده وان تصل الى النهائي وان تصل تفوز بالكأس، لان الزمالك لم يفز بهذه البطولة وبهذه الكأس منذ وقت طويل، ومن المهم جدا ان تصل الى النهائي. لذا علينا ان نركز تفكيرنا على كيفية ملاعبة الرجاء في كازابلانكا والوصول والخروج بنتيجة جيدة، وأن نصل وفي القاهرة نصل بنتيجة إيجابية، وفي هذه الحال نحن في النهاية ولدينا الأمل في الفوز بالكأس. طيب، هل في مواصفات معينة لازم تكون موجودة في المدرب اللي جاي بالنظر لضيق الفترة، ولا أي مدرب يكون جيد في الفترة دي؟ أولا أعتقد أن المدرب في هذا الموقف عليه أن تكون أمينا مع نفسك في الخطة. لابد أن ينظر إلى اللاعبين المتاحين، لابد أيضا أن تنظر إلى المنافسين، وأن تعترف بأن هناك أخطاء، فلابد أن تنظر إلى في هذه الأشياء من وجهة النظر الجماعية وكذلك من وجهة النظر الفردية، وبعد ذلك تكون في موقف لتصحيح هذه الأخطاء قبل أن قبل المباراة الأولى. حين تلعب ضد مازيمبي أمر مختلف عن اللعب مع فريق عربي، هناك بعض الاختلافات، فلابد أن نركز على اللاعبين وعلى المسؤولية، وتعرف متى تفقد الكرة. لابد أن تستغل الفرصة، أن تستغل هذه الفرص، أن تدافع بشكل جيد. كابتن هاري، تعرف كيف تلعب بالكرة وكيف تلعب أيضا دون الكرة. يمكنك أن تدير بدون اللعب بدون الكرة أيضا أمر مهم جدا أن تدير. كيف تضغط ومتى تضغط ومن تضغط عليه، وحين تعرف كل ذلك وتكون لديك هذه المعلومات يصبح اسهل عليك ان تذهب الى المباراه وان تلعب بشكل جماعي وان تفوز.